من أماكن مختلفة ومن طرق متعددة أتى هؤلاء يفترشون الأرض يجرون معهم معاناتهم حين جابوا شوارع المدينة في مسيرة حاشدة للمطالبة بمعالجتهم. جرح الحرب في تعز قصة معاناة ضاعف من مأساتها تجاهل وإهمال السلطة المحلية لمطالبهم التي لم تلقى استجابة تذكر. نحن الآن جرحى تعز، خرجنا جرحى تعز، جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز الذين أهملوا وزاد إهمالهم. خرجنا اليوم لنوصل رسالتنا لرئيس الجمهورية، لدولة رئيس الوزراء، للقائمين على ملف الجرحى، أن انظروا إلى جرحانا الذين تعفنت جراحهم وزادت معاناتهم وجراء المضاعفات التي لحقت بهم جراء الإهمال والعبث المتعمد من القائمين على ملف الجرحى. المسيرة التي شارك فيها المئات من جرحى الحرب نددت بالإهمال الذي يطالهم، مطالبة الحكومة الشرعية بالاهتمام بملف الجرحى وعلاجهم. المحتجون رفعوا لافتات تطالب السلطة المحلية بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الجرحى، لا سيما أولئك الذين يتلقون العلاج في الهند ويعانون أوضاعا إنسانية صعبة. خرجنا اليوم للمطالبة بأدنى وأبسط ما يطلبه شخص ضحى من أجل وطنه، من أجل بلاده. إن كان لنا من رسالة فلن نوجهها إلا لرئيس الجمهورية. لقد بحت أصواتنا ونحن نصرخ، ملت أصابعنا ونحن نكتب، ولكن لا حياة لمن تنادي. رئيس الجمهورية يجب نوجه إليه النداء ليسمع لأناتنا وأنات إخواننا في دول العالم الذين يواجهون الآلام. وبموازاة ذلك دعت رابطة جرح الحرب بمحافظة تعز إلى البدء بتنفيذ اعتصام مفتوح أمام مقر المحافظة للضغط من أجل إيجاد حلول للمأساة الإنسانية المتفاقمة لجرحى. وبالنظر إلى واقع الحرب التي يسقط خلالها العشرات من الجرحى يوميا، تقف معظم المستشفيات عاجزة عن استقبال الكثير منهم بسبب غياب الموارد الصحية اللازمة لعلاجهم. ويضع الكثير من المراقبين العديد من علامات الاستفهام على أداء الحكومة الشرعية في هذا الملف، والذي يفترض أن يتصدر قائمة أولوياتها، سيما وأن تجاهلها لجرحها يلقي بانعكاسه على معنويات الجيش في ساحات الحرب أمام الميليشيا.